السلام عليكم طلاب. اليوم راح ناخذ المحاضرة الأولى من الجزء النظري لمادة الحاسوب اللي هي مكونات الحاسوب. عندنا مكونات جهاز الحاسوب والأجهزة المرتبطة به. أول شيء عندنا تعريف الحاسوب ومراحل تطوره. الحاسوب هو جهاز إلكتروني يقوم باستقبال البيانات ومعالجتها للحصول على معلومات. والبيانات هي المواد الخام أو المدخلات التي تدخل إلى نظام الحاسوب كي تعالج، والمعالجة هي العمليات اللازمة التي يتم خلالها تحويل البيانات إلى معلومات، والمعلومات هي البيانات التي تم جمعها ومعالجتها وتحويلها إلى معلومات يستفاد منها. هاي بالنسبة لتعريف الحاسوب. عندنا تطور الحاسوب. التطور الحاسوب على عدة أجيال، فمنذ بداية عهد الخمسينات من القرن العشرين وحتى يومنا الحاضر حدثت تطورات كثيرة في مجال الكمبيوترات، حيث زادت سرعتها وكبر حجم ذاكرتها وزادت قدرتها على إجراء العمليات. وعليه فقد صنفت الكمبيوترات إلى أجيال، يبدأ كل جيل بتطور مهم حدث، أما على المعدات المرتبطة بالكمبيوترات أو على البرامج والتعليمات التي يعمل عليها. ويمكن تصنيف الكمبيوترات إلى عدة أجيال. هناك عدة أجيال لتطور الحاسبات. فعندنا الجيل الأول اللي هو يبدي من 1950 إلى 1959، واستخدمت في صناعة الحاسوب الصمامات الإلكترونية المفرغة والاسطوانات الممغنطة. كانت هذه الصمامات تحتاج إلى حرارة عالية، لذلك فقد كانت تستهلك طاقة كهربائية عالية، وكان حجم هذه الكمبيوترات كبيرا جدا ووزنها ثقيل وسرعة تنفيذ العمليات بطيئا إلى حد ما. الجيل الثاني وأهم خصائصه كانت أجهزة هذا الجيل من الفترة 1959 إلى 1964، وذلك نتيجة التطور الذي أدى إلى صناعة الترانزستور الذي استخدم في صناعة الحاسوب بدلا من الصمامات الإلكترونية المفرغة، حيث كان أصغر حجما وأطول عمرا ولا يحتاج إلى طاقة كهربائية عالية. كان حجم كمبيوترات هذا الجيل أصغر من الجيل الأول وأصبح أكثر سرعة في تنفيذ العمليات. عندنا الجيل الثالث. الجيل الثالث وأهم خصائصه كانت أجهزة هذا الجيل في الفترة من 1964 إلى 1972، وحدث تطور آخر بصناعة الدوائر الإلكترونية المتكاملة الآيسي المصنوعة من رقائق السيليكون. الكمبيوترات أصبحت أصغر حجما بكثير، وانخفضت تكلفة إنتاج الكمبيوترات، وأصبحت سرعة الكمبيوترات تقاس بالنانو ثانية، وتم إنتاج الشاشات الملونة وأجهزة القراءة الضوئية، وتم إنتاج أجهزة إدخال وإخراج سريعة. عندنا الجيل الرابع وأهم خصائصه كانت أجهزة هذا الجيل في الفترة من 1971 وما بعدها، وحدث تطور هائل حيث استخدمت الشرائح الرقيقة الشيبس، وتميزت كمبيوترات هذا الجيل بصغر الحجم وزيادة السرعة والدقة والوثوقية وسعة الذاكرة وقلة التكلفة، وأصبحت السرعة تقاس بملايين العمليات في الثانية الواحدة، وظهرت الذاكرة العشوائية الرام والذاكرة الدائمة الروم، وأصبحت أجهزة الإدخال والإخراج أكثر تطورا وأسهل استخداما، وطورت نظم التشغيل مما أدى إلى ظهور الكمبيوترات الشخصية. بالنسبة للجيل الخامس، أهم خصائصه جيل قادم من الحاسبات الذكية ذات الكفاءة العالية وتتميز الأصوات، حيث يمكنها تمييز الأصوات والتعامل مع اللغات واللهجات لتنفيذ الأوامر وتحليلها. وتوفر كمبيوترات هذا الجيل زيادة في الإنتاجية، حيث يستعمل مع الإنسان مباشرة، لأنه بإمكانها فهم المدخلات المحكية المكتوبة أو المرسومة، زيادة هائلة في السرعات وسعات التخزين. هاي بالنسبة للأجيال. ثانيا عندنا مكونات الحاسوب. الحاسوب يتكون من عدة أجزاء، فهاي الأجزاء الرئيسية للحاسوب. عندنا أولا صندوق الحاسبة الكيس، هو الصندوق الذي يحتوي على الأجزاء الرئيسية للكمبيوتر، وتتعدد بتعدد أشكالها، فمنها المائلة الديكستوب ومنها البرجية التوير، وتجدها أيضا بأشكال مختلفة، فنجدها على شكل سيارة وغيرها من الأشكال، ويأتي بها مصدر الطاقة الباور سبلاي ليغذي باقة أجزاء الكمبيوتر بالكهرباء اللازمة للتشغيل. عندنا ثانيا اللوحة الأم المذر بورد. اللوحة الأم هي القاعدة أو الأساس الذي يبني عليه الحاسوب. دورها يكمن في ربط قطع الحاسوب بعضها ببعض وتنظيم عملية الاتصال بينها. كذلك تقوم اللوحة الأم بعملية تعريف نظام التشغيل بمكونات الحاسوب. يعني اللوحة الأم تربط الأجزاء الرئيسية للحاسبة بعضها ببعض وتعرف نظام التشغيل بمكونات الحاسوب.
المعالج البروسيسر، المعالج أو ما يسمى وحدة المعالج المركزية هي إحدى مكونات الحاسوب الرقمية المسؤولة عن تنفيذ كافة العمليات الخاصة بالمعالجة، سواء كانت عمليات حسابية أو منطقية. وترتبط هذه الوحدة بالذاكرة حيث تستقبل منها البيانات والتعليمات الخاصة بالمعالجة، وتعتمد سرعة تنفيذ الأوامر والتعليمات في الحاسوب على سرعة هذا المعالج، حيث كلما زادت سرعة المعالج زادت العمليات والأوامر في الحاسوب زادت سرعتها العفو. وتتكون وحدة المعالجة المركزية من ثلاثة أجزاء رئيسية: وحدة التحكم، ووحدة الحساب والمنطق والمسجلات. والمعالج عادة يحتاج إلى فان لتبريده، الفان اللي هو مروحة من الحرارة، وهذه المروحة تكون مثبتة على المعالج. هذه هي اللوحة الأم، اللوحة الأم اللي شرحنا عنها أنه هي الأساس الذي يبنى عليه الحاسوب، حيث تربط أجزاء الحاسوب بعضها ببعض مثل ما تلاحظون. وهذا هو المعالج اللي هو أو ما يسمى وحدة المعالجة المركزية. عندنا الذاكرة الميموري. الذاكرة عندنا نوعين، الذاكرة نوعين اللي هي ذاكرة دائمة أولا الروم، والذاكرة المؤقتة الرام. أشن الرام وأشن الروم؟ أولا الذاكرة الدائمة الروم اللي هي read only memory. تعرف أول شيء تعرف الكمبيوتر على نظام التشغيل اللي هو ويندوز كان أو إكس بي. اثنين تخبر الحاسب عن كيفية العمل مع كل جزء من أجزائه. ثالثا تساعد المعالج على عمل الاختبار الذاتي عند الإقلاع التست سيلف للتأكد من عمل باقي الأجزاء جيدا. البيانات الموجودة في هذه الذاكرة لا يمكن تغييرها نهائيا، حيث إنها مبنية داخل الدوائر الإلكترونية للشريحة ذاتها. البيانات، ملاحظة، البيانات اللي داخل الذاكرة الدائمة الروم لا يمكن تغييرها نهائيا، خلوها تحتكم. ثانيا الذاكرة المؤقتة الرام اللي هي Random Access ميموري. تستقبل هذه الذاكرة البيانات والبرامج من وحدة الإدخال، كما تقوم باستقبال النتائج من وحدة الحساب والمنطق، وتقوم بتخزينها مؤقتا. لهذا كانت ذاكرة للقراءة والكتابة معا. وتفقد هذه الذاكرة محتوياتها بمجرد فصل التيار الكهربائي عنها، لذلك سميت بالذاكرة المؤقتة أو المتطايرة. تستخدم الذاكرة الوصول العشوائي الرام لتخزين البيانات مؤقتا قبل معالجتها من قبل وحدة المعالجة المركزية، لذلك تعد هذه الذاكرة مساندة لعمل وحدة المعالجة المركزية. وكلما زادت سعة الذاكرة زادت كمية البيانات وحجم البرامج التي يمكن تداولها في نفس الوقت. وكلما زادت سعة الذاكرة زادت قدرة المعالج على التعامل مع البيانات. هذه هي الذاكرة الحية الرام اللي يمكن تغييرها، عكس الذاكرة الدائمة الروم. وكلما زاد حجم هذه الذاكرة كلما زادت سرعة الحاسوب وسرعة إنشاء العمليات. ومعالجتها وتنفيذ الأوامر بشكل أسرع، لأن أي برنامج يتم تشغيله يتم تحميل جزء منه إلى هذه الذاكرة، وهي المسؤولة عن السرعة، فزيادتها وتقليلها يؤثر على أداء الكمبيوتر. ولها أهمية كبيرة أيضا، حيث ذاكرة الروم لها أهمية أنه تخزن البيانات التي تحتاجها المعالج لأداء مهمة ما. اثنين تخزن أيضا المعلومات التي تخبر المعالج كيف يتعامل مع أجزاء الحاسوب. ثالثا البيانات المخزنة يمكن تغييرها عكس الروم حسب حاجة المعالج. رابعا البيانات في هذا النوع مؤقتة، أي أنها تحذف عند غلق الجهاز أو عند إطفاء الجهاز أو عند حدوث خلل في الجهاز. يعني أي بيانات تخزن على هذه الذاكرة تفقد عند إطفاء الحاسوب. وتطورت الرامات فكانت من DDR1 إلى DDR2 وأصبحت أخيرا DDR3. عندنا التخزين. التخزين Strong هو تسجيل البيانات رقميا على إحدى وسائط التخزين الداخلية أو الخارجية المختلفة، كغرز الصلب وذاكرة الفلاش وسائر وسائط التخزين الأخرى. يعني أنت عندك بيانات تريد تخزنها على أي قرص، مثلا عندنا قرص الصلب اللي هو الهارد ديسك، أو عندنا ذاكرة الميموري أو الفلاش، أو أي مكان أنت تريد تخزن به. وبما أن القرص الصلب هو جهاز التخزين الرئيسي في الحاسوب، فإنه كلما زاد حجمه وسرعته تحسن أداء الحاسوب أو الأجهزة الرقمية. لأن عملية النقل الملفات تتم بشكل أسرع، فعند تشغيل الجهاز يتم تحميل جزء من برنامج نظام التشغيل إلى ذاكرة الوصول العشوائي.
لذلك لابد من توافر مساحة فارغة في القرص الصلب لتبادل البيانات بين هذا القرص وهذه الذاكرة العشوائية العفو. وسرعة القرص الصلب بنقل البيانات لها دور كبير في أيضا في تحسين أداء الحاسوب، فكلما كانت سرعة القرص عالية سيتم نقل البيانات بشكل أسرع. خامسا، القرص الصلب اللي هو الهارد ديسك. القرص الصلب هو وحدة أو جهاز تخزين بيانات رئيسي في الحاسوب مثل ما قلنا قبل شوية، يستخدم في تخزين واسترجاع المعلومات الرقمية من وعلى أقراص سريعة الدوران، وهو يتكون من أقراص ممغنطة تدور ويقوم لاقط كهرومغناطيسي بالقراءة والكتابة من وإلى سطح الممغنط. ومن أهم الخصائص التي تميز كل قرص صلب عن آخر سرعة التخزين وسرعة الدوران. هذا هو القرص الصلب الهارد ديسك المسؤول عن وحدة التخزين الرئيسية في الحاسوب. سادسا، كارت الشاشة الـ VGA كارد. يعتبر كارت الشاشة من القطع التي لها أهمية كبيرة داخل الكمبيوتر، والتي تؤثر بشكل كبير على أداء الكمبيوتر مع الجرافيك والألعاب، وهي نوعان: أما أن تكون بطاقات مثبتة في لوحة رئيسية built in، أو تكون منفردة بحيث تركب في منافذ التوسعة الأخرى، وبالتالي نستطيع تغييرها وإزالتها بسهولة. فإذا تم استخدام الحاسوب في أعمال مكتبية حسابية فلن تحتاج إلى كارت شاشة مرتفع الذاكرة، أما إذا تم استخدام الكمبيوتر في الألعاب والرسم والبرامج التي تعتمد على الجرافيك بشكل أساسي فإننا نحتاج إلى كارت مرتفع الذاكرة. ومن أكثر الأنواع شهرة النفيديا والأزوز والأي تي آي، والذي يحتوي على مروحة خاصة به للتهوية السليمة. بالنسبة لكارت الشاشة عندنا نوعين: أما يكون ثابت مثبت داخل الكمبيوتر، هذا لا يمكن تغييره. حاليا أكو حاسبات من تشتريها يقول لك كارت الشاشة أنه داخلي، هذا الكارت الشاشة من يقول لك داخلي أنه أنا ما راح يتغير. أما إذا كان خارجي فأنت تقدر تغيره حسب حاجتك، يعني إذا عندك أعمال مكتبية حسابية ما راح تحتاج إلى كارت شاشة مرتفع، يكفيك 1 جيجا. أما إذا عندك ألعاب ورسم هندسي أو برامج قوية فأنت راح تحتاج إلى كارت شاشة عالي لتأمين هذه البرامج والألعاب. هاي بالنسبة لكارت الشاشة. سابعا، مشغل وناسخ الاستوانات DVD رايتر. حيث يقوم DVD رايتر بنسخ بتشغيل ونسخ جميع الاستوانات سواء كانت CD أو DVD. وسعة استوانة CD حوالي 700 ميجا، بينما تصل سعة استوانات DVD إلى 500 جيجا، وهناك استوانات تصل إلى أكثر من ذلك بكثير. DVD رايتر اللي هو موجود بكل حاسبة ضروري وجوده أن يشغل لنا أقراص CD وأقراص DVD. هذا بالنسبة إلى مشغل وناسخ الاستوانات. خامسا، الشاشة. الشاشة أهم القطع في الحاسب لأنها منفذ التواصل بين الكمبيوتر وبين مستخدم الكمبيوتر. والشاشة هناك نوعين من الشاشات: شاشة أشعة الكاثود CRT وشاشة الكريستال السائل LCD، والتي تعتبر أفضل من حيث الكفاءة والصحة والحجم والكثير من المميزات. أهم ما يميز الشاشات عن بعضها البعض سواء كريستالية أو عادية فإنها لها عدة مميزات كالآتي: دقة الشاشة Resolution وعدد نقاط البيكسلز التي تستطيع الشاشة إظهارها لكل إنش من الإشعاعات. الإشعاعات الـEMR هي إشعاعات كهرومغناطيسية تطلعها الشاشة وتقل هذه النسبة في شاشات LCD، وفي حالة استخدام شاشات CRT يمكن استخدام فلتر لتجنبها. يعني يقصد بالإشعاعات الـEMR أنه الشاشة الـCRT اللي هي قديمة تبث إشعاعات، فنحن نتجنبها كانوا يخلون فلتر على الشاشة حتى لا تنبعث هاي الإشعاعات. بس بالحاسبات بالشاشات الجديدة LCD ما بها هاي الإشعاعات، فلهذا تكون هي أفضل. الحجم السايز يقاس بالبوصة، وهو طول قطع الشاشة، وأشهر المقاسات 17 بوصة. بالنسبة للأحجام ما الشاشات متوفرة بكل الأحجام هسه حاليا، انت من 14 إلى 20 اكو حاسبات، وحسب اللي تريده انت LCD اقل. اكو كثير تقنيات نزلت حديثة، حتى اكو شاشات لمس، فهاي تبقى حسب المستهلك. تاسعا، الفأرة الماوس. تعتبر من اهم ادوات الادخال للكمبيوتر، حيث عن طريقها يتم فتح واغلاق والتعامل مع اي نافذة من نوافذ الكمبيوتر او برنامج اخر. يعني الماوس اللي هو موجود بكل حاسبة يكون ضروري
هو واحدة من وحدات الإدخال اللي من خلالها تستطيع التحكم بالكمبيوتر والبرامج تطلع وتخرج من أي مكان. عندنا عاشرا لوحة المفاتيح الكيبورد. الكيبورد هو أيضا موجود بكل حاسبة وبكل حاسوب، يتكون من المفاتيح اللي هي بالأحرف الإنجليزية أو العربية أو حسب اللغة اللي أنت تحبها. يمكن أن يجري التعامل مع لغتين أو أكثر في لوحة المفاتيح، في لوحة المفاتيح. وللتحويل يمكن بواسطة مفتاح ما يسمى كابس لوك للحصول على الحروف الكبيرة في الكيبورد، في حين لا أثر لهذا المفتاح عند استخدام الحروف العربية. تحوي لوحة المفاتيح على تحوي على لوحة المفاتيح على مفاتيح تمثل حروف اللغة والأرقام، ومفاتيح تمثل علامات الترقيم مثل الفاصلة والنقطة وإشارة التعجب والاستفهام وغيرها، ومفاتيح ذات مهمة معينة مثل الإنتر واللوك كابس لوك والشيفت وغيرها كما واضح في شكل. ويتم التبديل بين اللغات الحاسوب بالضغط على المفتاح شيفت كنترول زائد شيفت سويا. بالنسبة لاختصارات لوحة المفاتيح راح ننزلكم إن شاء الله بالمحاضرات الجاية، راح ننزلها على شكل PDF إنه تحفظوها تفيدكم. 11. الطابعة البرينت برينتر. الطابعة الحاسوبية هي جهاز وظيفته إنشاء نسخة ورقية من وثيقة حاسوبية. يتم تزويد الطابعة بالوثيقة أما بوصلها بالحاسوب الذي يحتوي الوثيقة أو عن طريق كيبل، وقد تكون الطابعة مربوطة بشبكة حاسوبية يرتبط بها الحاسوب، أو يمكن تزويد الطابعة بالوثيقة مباشرة من كاميرا رقمية أو من بطاقة ذاكرة. وتختلف الطابعات حسب لون الطباعة، أكو ملون أكو أسود فقط، نوع التقنية نفطية حبرية ليزرية. دقة الطابعة تختلف المهام، قد تقوم بالطباعة فقط وقد تقوم بعدة مهام مع الطباعة كالفاكس أو الماسح الضوئي. هذا بالنسبة للطابعة. عندنا 12. الماسح الضوئي الاسكانر. الاسكانر هو آلة تستعمل في إدخال صور ورسومات إلى الحاسوب، حيث يحولها من طبيعتها الرسومية إلى صورة رقمية لكي تناسب طبيعة الحاسوب، وحتى يسهل تخزينها داخله في ملف واستدعائها وقت الحاجة إليها. أغلبكم إنه كن راجع مصور مثلا وأنت عندك صورة رسومية تريد تحولها إلى صورة رقمية، فيدخلها بهذا الجهاز وراح تطلع عنده بالحاسب، وتقدر تستخدمها بالمعاملات وتسحب عليها صور أخرى. عندك 13. عرض البيانات الداتا شوب. جهاز يتم توصيله بالكمبيوتر أو أجهزة الفيديو مثل DVD، يقوم بدوره بعرض وتكبير صورة العرض على شاشة عرض كبيرة تساعد في إظهار تفاصيل الصورة المعروضة، وخاصة إذا كان هناك أعداد كبيرة تشاهد العرض. الداتا شوب موجود بكل الكليات، موجود بكل قاعة اجتماعات، إنه ينطيك مساحة أكبر للعرض. يقوم بالعرض عن طريق ربطه بالكمبيوتر أو أجهزة الفيديو مثل DVD رايتر، ويستخدمه أيضا بالسينمات الحديثة. هذا إلى هنا تخلص المحاضرة الأولى. إن شاء الله أوافيكم بالمحاضرات الجاية، وشكرا جميعا.